الإغماري وعودة إلى الزميل زين العابدي. إليك زين. شكرا سالم، وسنعود إليك بطبيعة الحال على رأس الساعة. نتحول أيضا إلى الزميل حسام يحيى في محطة التواصل الاجتماعي. حسام. نعم زين، أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكل متابعينا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. نذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر كتابة تعليق أو تغريدة مسبوقة بهاشتاج مصر أندرسكور الليلة. ونذكركم الآن بقضايانا في هذه الساعة. قضيتنا الأولى حول استمرار الحراك الطلابي في الجامعات لليوم الثاني على التوالي، وتزايد التحريض الإعلامي ضد الطلاب ومطالبات بفصلهم وإغلاق المدن الجامعية وإلغاء العام الدراسي. وفي الشق الثاني من هذه الساعة نناقش أيضا بعد مصرع وإصابة العشرات في حادث تصادم بأسوان سبقه سقوط سيارة من معدية صملوط بالمنيا، والذي أسفر أيضا عن مصرع وإصابة العشرات، ما أسباب تكرار الحوادث والكوارث في مصر ومن المسؤول عنها؟ لا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك كالعادة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. شكرا جزيلا حسام ونعيما. لليوم الثالث على التوالي فشلت كل التشديدات الأمنية والبوابات الحديدية والإلكترونية وطوابير فالكون الأمنية في إيقاف الغضب الطلابي المتصاعد. فقد شهدت الجامعات مظاهرات طلابية عديدة نادت بإسقاط الانقلاب العسكري والإفراج عن الطلاب المعتقلين وإعلان رفض إحكام القبضة الأمنية على الجامعات. تكرر انسحاب أفراد فالكون من المجمع النظري بجامعة الإسكندرية بعدما انسحبوا أمس من جامعة الأزهر، فيما اقتحم الأمن المركزي باحات الحرم بعدة جامعات لضرب المتظاهرين. هذا بينما تعالت دعوات من كتاب ومثقفين موالين للانقلاب لإغلاق الجامعات. أما رئيس جامعة المنصورة فقدم نموذجا تربويا وتوعد الطلاب المتظاهرين بعبارة شهيرة، قال: سلميتكم عند أمكم. في ثالث أيام الدراسة الجامعية يتواصل الحراك الطلابي في الجامعات المصرية لرفض القبضة الأمنية غير المسبوقة التي تفرضها سلطات الانقلاب والمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين. ولليوم الثاني على التوالي يحطم الطلاب الحواجز الإلكترونية لشركة فالكون المكلفة بتأمين الجامعات المصرية، حيث أضرم طلاب غاضبون بجامعة الإسكندرية النار في الحواجز التي أقامتها الشركة على مداخل الجامعة بعد قيامها بإلقاء القبض على أحد زملائهم وتسليمه لقوات الأمن. هذا وشهدت جامعات الأزهر، فرع السادات وفرع تفهن الأشراف وجامعات أخرى مناوشات بين قوات الشرطة والطلاب. الحراك الطلابي خاصة الذي وقع بجامعة الأزهر وأسفر عن تدمير البوابة الإلكترونية التي أقامتها شركة فالكون الأمنية الخاصة، دفع وزير الداخلية للتوجيه بعودة قوات الأمن لحرم جامعتي القاهرة والأزهر بعد فشل شركة فالكون في إقرار الأمن وما نالها من سخرية واسعة النطاق من قبل الطلاب والنشطاء. أنا دوري بينحصر على البوابات وأمن البوابات فقط لا غير. في حالة وجود أي مخالفة معي عنصر من الأمن الإداري بتاع الجامعة المتواجد جنبي بيتخذ مع الإجراء القانوني في بالنسبة للحاجة اللي دخلت معي. كما واصلت قوات الأمن تدخلاتها ضد الطلاب واعتقال قياداتهم في محاولة لوضع حد للاحتجاجات التي تأججت مع بدء الموسم الجامعي الجديد رغم الإجراءات الأمنية المشددة في الجامعات. أنا بقى بدل ما أقول إن أنا مش عايز الشركة، إن أنا أتكلم مع الطلاب. مسؤولو الجامعات بدأوا في حالة هستيرية جراء ما وقع من مظاهرات طلابية عارمة، وتصرفوا وكأنهم مسؤولون أمنيون لا كأساتذة جامعيين. يعني أنا بعت لهشام كنت رايح أزوره في البيت عشان بناء ربنا يخليك، بناء إن هم اعتدوا على حد من ولادي وأنا ابني طرف. خلاص أنتوا بقى سلميتكم دي بقت عند أمكم. نفس الحالة الهستيرية ونبرة التهديد والوعيد انتقلت عدواها للإعلاميين وضيوفهم الذين يعتبرهم البعض يتحدثون بلسان سلطة الانقلاب، فتحدثوا بنفس النبرة، هددوا الطلاب بالويل والثبور وعظائم الأمور. رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة الأزهر، رئيس جامعة المنصورة، رئيس جامعة اسكندرية، مواقف واضحة جدا من الطلبة المشاغبة. هيتفصلوا؟ رئيس جامعة الأزهر ما بيعرفش أبوه، قال لك حفصله وبالسلامة يا حبيبي، روح اقعد جنب بابا في البيت. كافي
وتشهد الجامعات المصرية حراكاً طلابياً مستمراً منذ الانقلاب العسكري، ما نتج عنه اعتقال الآلاف ومقتل العشرات وإصابة المئات من الطلاب، فضلاً عن فصل عدد كبير من الطلاب والأساتذة بإجراءات يصفها معارضوها بغير القانونية. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة محمد سمير المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا محمد. كما ينضم معنا إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الدكتور جمال عبد الستار الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أهلا وسهلا بك دكتور جمال. سيكون معنا ضيوف آخرون، أنوه فقط لأننا اتصلنا أيضا بالدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم جامعة القاهرة ومستشار وزارة التعليم العالي لكنه رفض المشاركة. يعني كنا نود أن يكون معنا صوت رسمي أيضا في الحوار حتى نستمع إلى كل الآراء ويستفيد المشاهد من كل الآراء، لكن للأسف رفضوا المشاركة. وأبدأ بك أحمد محمد سمير المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب. شركة فالكون رجعت تاني موجودة، الطلبة بتروح وتيجي، من الواضح أن هي مش مضايقة غير الشباب الرافض للانقلاب العسكري. الحقيقة المتابع للحراك خلال اليومين الماضيين هلمح خمس ملامح رئيسية في هذا الحراك. الملمح الأول أن هذا الانقلاب هش جدا، في ست ساعات استطاع الطلاب تحطيم بوابات فالكون واستطاعوا تحطيم ميليشيات السيسي واستطاعوا أن يكسروا هيبة هذا النظام العسكري، وبينما هذا النظام بقاله سنة كاملة بيحارب هؤلاء الطلاب بيواجههم 500 شهيد 2000 معتقل عشرات المصابين، يصل أمر لاعتقال الطالبات وتهديدهم، كل هذا لم يفت في عدد هذا الحراك الطلابي أبدا. لو حضرتك يعني بتقارن، هذه هي الكفة الحقيقية، هذا الانقلاب أهش مما كنا نتخيل بالرغم من استعداداته ومن حاجات ومن ومما أعد للطلاب. الأمر الثاني، لكن أنا سؤالي أن الجامعة فيها 2 مليون طالب، من الواضح أن 2 مليون طالب مش كلهم ضد الانقلاب، مش صحيح. يعني اللي تظاهروا بالأمس قد إيه والنهاردة قد إيه من عدد الطلاب؟ بالتأكيد الحشود إذا قرنت بالعام الماضي هي حشود كبيرة جدا مقارنة بالعام الماضي، وحضرتك بصيت لهذه الحشود، لأن الطلاب الآن في حالة استنفار، في حالة احتقان مما يحدث. النهاردة لما أستاذ جامعي في جامعة القاهرة يقول للطالب هو أنت لما هتحضر هيبقى أخذت جائزة نوبل، فيصبح في عهد السيسي الحضور في حد ذاته هو حصول على جائزة نوبل. الطلاب يعني تخيل حضرتك الطالب عشان يحضر هذه المحاضرة يعدي على بوابات تفتيش ذاتي، تشمه الكلاب. احنا لسه شايفين بالمناسبة الكلاب، لأن أنا امبارح كنت بقول إن الكلاب ملهاش دعوة بالمواطنين ملهاش دعوة بالطلب، احنا لسه شايفين في الفيديو اللي احنا عارضينه من شوية كلب بوليسي كان هيعض طالبة من الطالبات اللي ماشيين، لأنه من الواضح أن هي مش مدربة، الكلاب اللي موجودة معهم مش مدربة تدريب جيد على أن هي تبقى ليها علاقة فقط بالسيارات والأشياء. الحاجة الثانية أنه هذا الطالب كيف سيحضر محاضرته بعد مروره بكل هذه يعني الاحتياطات الأمنية الكبيرة، وهل هذا الطالب خاطر إلى هذه الدرجة؟ الحاجة الثانية اللي احنا عايزين نقول عليها أنه المارد الطلابي بهذه الاحتياطات وبكل هذا القمع الأمني اللي بيواجه به الطلاب لن يتوقف. لما يعني لواء المخابرات القدير أحمد موسى يقول يطلب بتدخل الفرقة 3 7 و3 9، هذا لن يوقف الطلاب أبدا. الحراك الطلابي مستمر وسيكون أقوى من العام الماضي على الرغم من اعتقال القيادات الطلابية. الحراك الطلابي قادم، عوض اللي بيسألوا عنه لم يأتي بعد. هو إيه عوض الطلاب يتوعدون بمفاجآت. إيه مين عوض؟ مين عوض؟ يعني لا عوض ده إن شاء الله هنعرفه بعد، سيعلن عنه طلاب الأزهر بعد. يعني هو ليه لما يكون في يعني أي هجوم بيبقى فيه كلمة عوض عشان إيه؟ ما هي دي المفاجأة اللي الطلاب بيعدوها إن شاء الله، ستكون مفاجأة سارة للثوار بعد سقوط الانقلاب. هل عوض ده اللي طلع في تقريبا في فيلم الكرنك باين، ولا فيلم حاجة زي كده ولا حاجة تاني؟ لا ده كفرج. فرج
معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة سعيد عبد الغني الأمين العام لحركة طلاب مصر القوية. إيه تقييمك لما حدث اليوم؟ ما حدث في كلية طب الأزهر بالأمس حدث عند المجمع الطبي اليوم في جامعة الإسكندرية وانسحب أيضا أفراد شركة فالكون. هل ده يعني تحركات عفوية ولا فيه استهداف لشركة فالكون؟ هو بس احنا مش عايزين نبص للي حصل النهارده واللي حصل امبارح واللي حصل اول امبارح من بدايه الدراسه بشكل منفصل وكانه حاجه منفصله. اللي حصل النهارده وامبارح هو استمرار للعقليه اللي بتدير المشهد وعقليه الدوله في مواجهه الطلب في مواجهه احتجاجات الطلب. احنا شفنا السنه اللي فاتت وخلال 12 شهر وعند راس كامل العقليه الامنيه ما حققتش اي نتائج ايجابيه او ما حققتش النتيجه المرجو منها. تم اعتقال 3675 طالب و299 طالب لقوا حسفهم داخل الجامعات، والنتيجه المحصله هو استمرار للغضب واستمرار للاحتجاج والتكفير داخل الجامعات. فلما الاداره تتعامل او لما الجامعه او الدوله تتعامل بمنطق ان هو هتجيب لهم شركه امن عشان تمنع دوتي، شركه الامن ما قدرتش ان هو تمنع دوتي، لان هو الحل مش ان احنا مش الحل الامني، هو عمره ما كان حل لاي حاجه. والجامعه هي مكان للتعليم وهي مكان لممارسه الانشطه، وان هو الحل ان هو يبقى فيه استقلال جامعات وان هو يبقى فيه حريات اكاديميه وان هو يبقى الطلبه بياخدوا حقوقهم وان هم بيتحركوا في الجامعه بحريه وان هو الدوله والجامعه ترفع ايديها عن الجامعه. طيب يعني انتم مثلا طلاب مصر القويه، هل ترفعون نفس الشعارات اللي هي ضد الانقلاب العسكري ولا لكم شعارات اخرى، شعارات طلابيه متعلقه بالعمل الطلابي؟ احنا كحركه طلاب مصر القويه احنا حركه طلابيه، هدفنا هو طالب قوي، حياه طلابيه فاعله لمصر القويه. فاحنا بنتحرك على ثلاث مستويات، احنا بنتحرك على مستوى الطالب، بنتحرك على مستوى الجامعه، بنتحرك على مستوى الوطن بشكل كامل. فكل مستوى من المستويات دي احنا في شعارات بنطالب بيها وفي حاجات بنطالب بيها، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا حركه طلابيه، ولما بنطالب اي قضيه بنطالب بيها من منطلق طلابي. احنا الاساس عندنا ان احنا عايزين جامعه مستقله، عايزين وطن مستقل، عايزين جامعه مستقله بمعنى ان هو يبقى فيه حريات اكاديميه، يبقى فيه لائحه طلابيه معبره عن الطلاب والطلاب بيفتوها، يبقى فيه حريه تعبير عن الراي، يبقى فيه حريه تنظيم داخل الجامعات. كل الكلام ده غايب. تمام، اشكرك شكرا جزيلا سعيد عبد الغني امين العام لطلاب مصر القويه بالقاهره. انضم الينا ايضا عبر الهاتف من الدقهليه احمد علي الطالب بجامعه الازهر فرع تفهن الاشراف وشاهد عيان على اقتحام الامن للجامعه اليوم. احمد، هل حكيت للمشاهدين ماذا حدث في فرع تفاهن الاشراف جامعه الازهر بالدقهليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك النهارده كان في فعاليه ضمن فعاليه طلاب بالانقلاب بتفاهن الاشراف. احمد احنا الصوت راح مننا مش عارف ليه، هل انت غيرت مكانك ولا رحت ايه في مكان تاني؟ احنا الصوت راح تقريبا. هنصلح موضوع الصوت مع احمد علي لانه شاهد على ما حدث من اقتحام لقوات الامن لفرع تفاهن الاشراف بجامعه الازهر بالدقهليه. لكن اتوجه الى ضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه من اسطنبول الدكتور جمال عبد الستار الاستاذ بكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر. دكتور جمال، انا عايز تعليق حضرتك على ما قاله رئيس جامعه المنصوره انه سلميتكم، يعني انا اسف يعني في اللفظ يعني، بس هو قال كده، قال سلميتكم عند امكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد بداية أن أقوم بتحية الطلاب والطالبات الذين أذهلوا الجميع بصمودهم وثباتهم ولجولتهم، الذين رسموا البسمة على شفاه المكلومين والمظلومين في مصر وجددوا الأمل في نفوس الثوار. هذا أولا. ثانيا، هذه العبارة التي قالها العميد والتي ربما قال مثلها رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، هذه المنهجية هي منهجية الانقلاب، لا قيمة عندهم ولا أدب ولا خلق، لا يسوقون لقيمة في المجتمع التعليمي، بل أقول إن الانقلاب
مهمته الكبرى في مصر أن يهدم المستقبل بمحاصرة الجامعات والكليات وخطف الطلبة والطالبات وخطف الأساتذة والعلماء، بل أقول إن الانقلاب عدو كامن وعدو بل عدو واضح للمستقبل بكل معاني المستقبل، لا هم له إلا أن يبقى، ولو كان ثمن البقاء أن يقضي على المستقبل التعليمي أو يقضي على الطلاب مصر أو يحول الجامعات إلى سكنات عسكرية. ولكني أقول فاشل الانقلاب في قيادته، فاشل في فلكنه، فاشل في كلابه، فاشل في تدريبه، في جنوده، فاشل في اقتصاده، فاشل فشل أن يفهم أن طلاب مصر لم ولن ينسوا أبدا أنهم اعتقلوا ودمروا وانتهكت أعراضهم. هل يفكر أن ينسى الطلاب كل هذه الإساءات؟ لم يفهم خلال سنة كاملة طيب من في الإرهاب في الذي يمارسه مع الطلبة والطلبات. في هذه الحالة يفهم؟ في هذه الحالة لماذا لا تدعمون أن تكون مطالب الطلاب طلابية، أن 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 تكون هنالك جامعة حرة، أن تكون هنالك اتحادات طلابية منتخبة، أن يكون هنالك انتخاب للعمداء، أن تكون كل المطالب طلابية، وفي هذه الحالة بعيدا عن الانقلاب العسكري، لأنه إذا تحررت الجامعة وتحرر الوطن جزءا جزءا من هذا الانقلاب العسكري الذي ترفضونه سيتحقق مرادكم. لماذا يكون هنالك طلاب ضد الانقلاب والشباب ضد الانقلاب وتكون مظاهرات الطلبة كلها ضد الانقلاب مش بس مطالب طلابية؟ يا أخي المطالب الطلابية مطالب جزئية، نعم هي هامة ولكنها جزئية. الانقلاب يفسد مصر في كل مناحيها، في النواحي الاقتصادية والنواحي الصحية والنواحي المجتمعية. الطلاب يرون أن المستقبل مظلم، ولذلك لا يطالبون فقط بحريات داخل الجامعة، إنهم يطالبون بتأمين مستقبل مصر ومستقبل أبناء مصر. حينما يرون الانقلاب يدمر كل أمل في حرية أو في حياة مستقرة أو في ريادة أو في نهضة، كيف يطالبون بأنواع من الحريات في الجامعة وهم يرون المستقبل مظلم في كل نواحيه؟ لذلك هم يرون رؤية صحيحة. وأخص طلاب جامعة الأزهر الذين يرون أن الانقلاب يعادي مفاهيم الإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام، ولذلك الانقلاب يستخدم أقذر حرب في إشعال فتنة طائفية حينما يتعاقد مع شركة سويرس الطائفية سويرس نفى في مصر وحريقا صحيح. في مصر. سويرس نفى مرارا وتكرارا أن تكون له أي علاقة بشركة فالكون، وإن كان هنالك من قال وتقارير نشرت أن له نسبة 30% من خلال علاقته بالبنك التجاري. لكن معنا أيضا أحمد علي طالب بجامعة الأزهر فرع تفاهن الأشراف، شاهد عيان على اقتحام الأمن لجامعة الأزهر هناك. أحمد، إيه اللي حصل بالضبط؟ والله هو ابتدت الفعالية من داخل كلية شريعة والقانون تفاهن الأشراف، وكان في ترحيب كتير من الطلاب وتضامن مع الطلاب، خاصة إن عندنا عدد المعتقلين يزيد عن 58 معتقل بالفرع، ده بيسبب طبعا مضايقة للطلاب جدا. بدأت الفعالية بكلية الشريعة والقانون، وبعد كده قام الأمن الإداري بالكلية بقفل البوابات وإطار الطلاب بالكلية، وقاموا بالاتصال بالأمن اللي هو يعني يجي يحاصر الطلاب ويقبض عليهم من داخل الكلية. منع دخول الطلاب او خروج اي طالب من الكليه ده لمده ساعه بكليه الشريعه والقانون، منع دخول الطلاب اللي هم يدخلوا يحضروا محاضراتهم او اي طالب انه يخرج من المحاضره. طبعا بعد تكدس الطلاب من الداخل للخارج اضطروا ان هم يفتحوا البوابات، وقامت المسيره بالخروج من خارج كليه الشريعه والقانون والاتجاه في حرم الجامعه والذهاب الى كليه التجاره والدراسات الاسلاميه والالتحام بمسيرة أخرى من البنات. بعد ذلك قامت القوات البلطجية بمهاجمة المسيرة وتم الاشتباك معها مع الطلاب. بعد ذلك قامت قوات الأمن بالاشتباك مع الطلاب وقامت بالرد عشوائيا على عدد من الطلاب. أشكرك شكرا جزيلا أحمد علي من فرع تفاهن الأشراف بجامعة الأزهر، هذا الفرع الذي اقتحمته قوات الأمن. اليوم ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات والأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس. دكتور خالد أهلا وسهلا بحضرتك، تعليقك على مجمل أحداث اليوم واليوم الفائت. هو طبعا ده نتيجة
احنا كنا شايفين ان ده نتيجة طبيعية للاتجاه اللي كان متاخد من الادارة الجامعية، وهو القيام بعمليات امنية بحثة لمحاولة حل المشكلة اللي حدثت العام الماضي. احنا بنوجه كلامنا للطرفين، اولا احنا كمجموعة بندعو الجميع الى ضبط النفس والى التعبير السلمي عن الرأي والى يعني البعد بين الخلافات الحزبية والمشاكل اللي هي فيها صدام سياسي. المفروض ده ما يحصلش داخل الجامعة، لكن احنا مع التعبير السلمي عن الرأي، ويجب على الإدارة الجامعية تحديد أماكن معينة وأوقات معينة لكي يقوم هؤلاء الطلبة بالتعبير عن أنفسهم بطريقة محترمة وقانونية، وفي نفس الوقت بندعو الطلبة إلى البعد تماما عن العنف، لأن طبعا في تحريض متبادل دلوقتي، ومصر هي اللي خسرانة، في ناس بتحرض وزي ما انا سامع بتقول حرب على الاسلام وكلام من ده، المدخله اللي كانت قبل الاخيره، وناس ثانيه بتقول لا ده احنا نموت الطلبه اللي بيعملوا العنف، والكلام ده ما ينفعش، والبلد هي اللي خسرانه. يجب الاستماع لهؤلاء الطلبه والحديث معاهم والسماح لهم بالتعبير السلمي عن الراي. كبت الطلبه سيؤدي الى مزيد من الصدام ومزيد من الخسائر. طب ايه راي حضرتك في امرين، يعني ما قالوا النهارده عميد جامعة المنصورة، عميد في جامعة المنصورة بيقول، رئيس الجامعة في الواقع، رئيس الجامعة بيقول انه سلميتكم عند امكم، هل دي لغة مقبولة من رئيس جامعة؟ لا طبعا، هذه لغة اذا كان قال هذا الكلام، انا ما سمعتوش طبعا بيقول هذا الكلام، لو أنا كان أنا سمعت المصدر يعني او الكلام ده صحيح، ده كلام غير مقبول من اي رجل تعليم، مش بس رئيس جامعة، من اصغر معيد ولا مدرس مساعد، وعلى رؤساء الجامعات ان يكونوا قدوة وأن يهتموا قليلا بالجامعة وبالعملية التعليمية وبطلابهم أكثر من اهتمامهم بالمناصب والكراسي. لأنه طلبة الأزهر اتهموا بقلة الأدب السنة اللي فاتت، وأن للطلبة في كيفية التعبير عن الرأي، يعني طلبة الأزهر اتهموا بقلة الأدب علشان كانوا بيهتفوا ضد رئيس الجامعة. عندي سؤال بس الدكتور، دلوقتي في رئيس جامعة بيقول كلام زي كده، طب الطلبة يعملوا إيه لما رئيس الجامعة يقول كده؟ الطلبة يعملوا إيه؟ هيقولوا ايه الطلبه بقى؟ لا طبعا، يعني لو الطلبه عملوا كده هم غلطانين، ولو رئيس الجامعه عمل كده هو اكثر خطا، لان هو المفروض يكون قدوه للطلبه في طريقه التعبير عن رايه وتعاملاته مع المشاكل، ان هو ما يزيدش الامور يعني اشتعالا. احنا النهارده مجموعه العمل من اجل استقلال الجامعات ادت المثال بان هي عملت وقفه صامته لمده ساعه في جامعه القاهره، شارك فيها العديد من اعضاء التدريس من عده جامعات علشان خاطر اعتراضا على محاولة تغيير قانون الجامعة. فإحنا أصرينا على عمل هذه الوقفة عشان ندي يعني صورة مثال على حق طيب طالب أو عضو هيئة تدريس التعبير السلمي. أنتم كحركة 9 مارس، نعم كحركة 9 مارس أيضا هنالك دعوات من إعلاميين، شفنا أحمد شوبير وعمرو أديب، وشفنا كمان يوسف زيدان الكاتب والمؤلف على موقعه على تويتر بيقول نوقف الجامعة سنتين، خصوصا جامعة الأزهر، وعايز جامعة الأزهر بس سنتين. معلش، أي واحد يقول الكلام ده يعني هو مسؤول عن رأيه. الناس اللي هم إذا كان اللي ذكرتهم دول أكثر علما منا بالشؤون الجامعية وبالعلم وبالتعليم، وآرائهم هتتاخد طبعا هتنتهي بمصر إلى ثقافتهم هم، يعني الكلام ده ما هوش مظبوط. يجب علينا أن نضع حلولا سياسية للمشاكل السياسية، وأن نجلس مع الطلاب جميع يعني جميعهم، بحيث ان احنا نتكلم ونشوف ازاي يكون هناك طرق للتعبير السلمي. لكن انتم كحركه 9 مارس، انتم كحركه 9 مارس العمليه التعليميه، انتم كحركه 9 مارس انتم ضد وقف العمليه التعليميه او وقف الدراسه سنتين في الازهر كما طالب؟ ما يا جماعه، ما احنا جربنا، هو مش طلعوا قرار بتاجيل الدراسه لمده 3 اسابيع يعني، وقالوا حنفيات المدن الجامعيه وتحججوا وخالفوا القانون، لان القانون عندنا اللائحه بتقول ان الدراسه لازم تبدا في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر. هل ما حدث من تاجيل ادى الى حل المشكله؟ لا يجب دفن الرؤوس في الرمال. شكرا، يعني شكرا يجب جزيلا. مواجهه المشاكل وحلها حلولا علميه وسياسيه. شكرا جزيلا دكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس استقلال الجامعات، والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس. نشوف أيضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاتهم على ثالث أيام العام الجامعي. حسام يحيى. نعم زين، الحل بسيط جدا، زي ما عملوا الدوري بدون جمهور يعملوا العام الدراسي بدون طلاب، ومصر طول عمرها بلد العجائب. ده تعليق عمرو باهي على فيسبوك، ومنه الى حساب زهره الياسمين بتقول ثوره الطلبه هي المارد اللي خرج، ولن يستطيع اي حد ايقافه الا اذا استرد الحريه واعاد لمصر كلها الحريه والكرامه، عاش الطلاب املنا في الحياه الكريمه. تعليق اخر
من شعبان بيقول إلا أنا متأكد منه أن النظام مرعوب من الطلبة بدليل هذه الملايين التي أنفقها لتكميم أفواه الطلبة. لكن سؤالي للتحالف الوطني، هل حراك طلاب الجامعات سيسقط الانقلاب؟ وتعليق آخر من طارق بيقول الطلاب هم شبح أي نظام من أيام سعد الزغلول، وما فيش نظام قدر عليهم عشان دايما الطالب على حق وكاشف حيل الأنظمة. وإلى تويتر نبدأ بوليد، الإعلام يدافع عن النظام باستماته لأنه إذا سقط النظام سقطوا معه، وهذا عذر أقبح من ذنب. وتغريدة أخرى من محمد عباس بيقول الحمقى الذين يفصلون الطلاب اليوم سيفصلهم الطلاب غدا، حقيقة يدركها كل عاقل ويدركها بواقع الخبرة ضباط السجون، فالمعتقلون اليوم سيحكمون غدا. تغريدة أخرى من أفنان، عدم قدرة الجيش والداخلية وفالكون على قمع المظاهرات السلمية تشير لما قد يفعلونه أمام العدو الخارجي. والتغريدة الأخيرة من حساب اسمه حزلقوم كتب بيقول رئيس جامعة القاهرة بيقول لم نتمكن من ضبط الطلاب المشاغبين وصدرنا الطبلة التي كانت بحوزتهم. رد عليه السيد الخولي بيقول له اللي ياخد طبلتك خد بنطلونه. شكرا جزيلا حسام يحيى. وأعود مرة أخرى لضيفي في اسطنبول الدكتور جمال عبد الستار. كنت عايز أسأل حضرتك على إغلاق الجامعة سنتين حسب مقال يوسف زيدان وحسب مقال إعلاميون آخرون. أغلب هؤلاء لم يدخلوا الجامعة، بل جزء منهم كبير فشل في التعليم ولذلك لا يدرك قيمة الجامعة من أول حتى يعني السيسي ومن معه، أغلبهم كانوا فشلة في الثانوية العامة ولذلك يعني فهناك علاقة كراهية بينهم وبين الجامعة. اسمح لي الدكتور يوسف زيدان مش فاشل ولا حاجة، ده أستاذ، ده طال يعني معاه دكتوراه ومؤلف له مؤلفات كثيرة أبرزها عزازيل مثلا، رواية عزازيل. والله يعني إذا كانت عزازيل أقامت الأمة فيعني فكفى بعزازيل فخرا. أنا أقول العبرة ليست في الألقاب العلمية، حينما يفكر أحد أي عاقل في العالم حينما يفكر في إغلاق الجامعات إنما يعلن أن ذلك تدميرا للمستقبل الأمة. وهل الأمم إلا العلم؟ وهل الأمم إلا التعليم؟ والأمم تقاس بجامعاتها وتطورها. حينما تقوم مجموعة بمطالبة بإلغاء الجامعات أو إيقاف الجامعات فهؤلاء لا علم لهم ولا فهم لهم، حينما يعطى الميكروفون لهذه الأصناف كي ترسم مستقبل مصر فإننا نتحدث عن مستقبل مظلم والطلاب يدركون ذلك. إذا كانت الجامعة، اسمح لي يا دكتور جمال أقول لك وجهة نظرهم إذا كانت الجامعة للعلم فلا داعي للاحتجاج، لماذا لا يذهب الطلاب ويركزوا في دروسهم وفي علمهم وسينتهي المشكلة؟ لو الطلاب عملوا كده مش هيبقى فيه لا فالكون ولا مش فالكون. ما قيمة العلم إذا أهدرت كرامة الإنسان؟ ما قيمة الجامعة إذا اغتصبت البنت؟ ما قيمة الجامعة إذا أهدرت كرامة الشاب ولم يجد مستقبلا أمامه؟ هل العلم مجرد حصول على شهادة؟ العلم إيجاد أمة، إيجاد نهضة، إيجاد ريادة، إيجاد مستقبل، يجد الشاب أنه يصنع في أمته وفي بلده. حينما تغلق كل أمام الأبواب أمام كل أبواب ويرى الحفاه العراة الذين لا علم لهم يتطاولون في وسائل الإعلام ويأتي أستاذ جامعة أو رئيس جامعة يتلفظ بألفاظ تستنكر على الطلاب الصغار، إنما لابد أن يحتج لنهضة. شكرا جزيلا الدكتور جمال عبد الستار الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وللأسف هو كمان الحجز انتهى، فأنا أشكرك شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي في الاستوديو محمد سمير المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب، وهسألك السؤال اللي هو يعني بيطرح نفسه الحقيقة، يعني إذا كان يعني فيه كتير من الشباب ومن الطلبة اللي ممكن ينضموا إلى الحراك الطلابي بس على أساس مطالب طلابية مش على أساس مطالب سياسية، يعني جامعة حرة، اتحادات حرة، تعليم أكثر كفاءة، احترام للطلبة، رفع يد الأمن عن الجامعة، كلها مطالب طلابية تؤدي إلى تحرر الجامعة وتحرر العلم. ولو حررت جزء من الوطن يبقى كويس حلو مش وحش، يعني في تونس على سبيل المثال كانت كل حاجة مظلمة إلا حاجة واحدة بس اسمها الاتحاد التونسي للشغل. الاتحاد التونسي للشغل ده كان في حريات نقابية وحريات عمل وكل التيارات كانت موجودة فيه وهو اللي عمل الثورة. فليه أنتوا دايما رافعين ضد الانقلاب ضد الانقلاب ضد الانقلاب؟ الحقيقة يا أستاذ زين أنه هذا الشباب اللي النهاردة اللي موجود في الجامعات هو يعني تجربته قريبة جدا مع هذه الأنظمة القمعية. تجربتنا في 2011 وما قبلها أن النظام القمعي يظل يقمع الطلاب بكافة الوسائل،
النهاردة لما يعني وزير التعليم يقول أنه في كاميرات جاهزة وسيتم فصل الطالب في نفس اليوم، هي عقلية أمنية عسكرية تحكم الوطن، وبالتالي هي جزء من العقلية العسكرية الكبيرة التي تحكم هذا البلد. إذا أردنا أن نحرر الجامعات المصرية، الجامعات المصرية لم يخرج منها الحرس بالفعل ولم تستقل في إرادتها، ويكون في اتحادات طلابية منتخبة ولم يكن هناك يعني إدارات وأعضاء هيئة التدريس وعمداء كليات ورؤساء جامعات وأندية منتخبة، إلا حينما استقل هذا الشباب واستقل هؤلاء الطلاب بهذا الوطن في 2011. المطلوب الآن وما سيحدث في المستقبل هو الإبداع الطلابي، سينتشر في عموم الوطن، ستكون هذه الشرارة هي البوعزيزي الجديد وهي خالد سعيد الجديد للثورة المصرية، انطلاقة جديدة بإذن الله قوية سوف تقلق هذا النظام وسوف تكسر شوكة الانقلاب. عوض. شكرا جزيلا. محمد سمير المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب. مشاهدينا ما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. اما عايزين نموت ونسكت. مصرع 30 شخصا وإصابة 20 في حادث تصادم بأسوان، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن عدد ضحايا حوادث الطرق بمصر يزيد عن 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنوياً.